السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمناكم يا ربي تكونوا بألف خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناه ميلودا الحادقه. البنات والولاد اللي تيتابعوا القناه ديالي، اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البطبوط اللي ناجح ومزوين وطبيعي، وغيطيب ان شاء الله في الطاجين طبيعي، وغيطيب بالهيشه، شي حاجه اللي هي الهيشه كتسمى التبن، ولا بالكاريتوس وحده فيهم. هذا البطبوط كذلك غادي نحتاج ليه الخميره الفوريه وشويه ديال الخميره بلديه، ونحتاج ليه واحد معلقه السنيده والملح. وهنا هنا الفورس، هذا الفورس، وهنا القمح والفرينه اللي هما مخلطين. هادشي اللي كنحتاج لهاد البطبوط، راه كيجي ناجح وزوين البنات. انا ما كاينش اللي غيشد ليا باش نصور، انا نخلط العجينه ونعاود نشاركها معكم. هذه العجينه البنات ديال البطبوط، كتجي غادي نخليهم حتى يختمر واحد شوي، ونزيد عليه واحد الرشه ديال الماء، نخليه تيتمجي طالع، ونقرص البطبوط. راه كان نجح البطبوط. العجينه ديال البطبوط البنات هي هذه اختامرت، عطيتها تختامرت شويه، دابا يمكن لي نقرصها. هي ونبدا نطيب، هذا هو الطحين اللي تنقرصه به، ندير القمح والفرينه اللي راه مشطين اللي كنقرصها به. دو البطبوط البنات، انا هذا اللي ولبته كليا نقرصو، نخليه يختامر البطبوط، ماشي مختامرش بزاف، يلاه يتمجي طالع، ختامر شويه صافي، وكنطيبو باش كيجي فراق من الوسط. هادو الدقراط ديال البطبوط زنيتو هذا، هنا نخليه يختامر شويه، غادي نبدا نطيب فيه. انا البنات غنطيب البطبوط، هو هادي عافية اللي غنطيب بها البطبوط، هذا هو الطاجين ديال البطبوط اللي كنطيبو فيه البطبوط، هذا هو الطاجين ديالو عفوا سمحوا لي. هنا غنرمي البطبوط البنات، هو البطبوط البطبوط طبيعي البنات، تقليدي طبيعي. هذا هو البطبوط البلدي البنات ديال العروبيه، نتي طيب اللواد مر وبتمر. هذا هو البطبوط اللي شاركت معكم البنات اليوم، عافاكم لا عجبكم ما تنساوناش من الجيم، وديروا لنا ابوني، وشكرا لكم البنات اللي كتدعمونا وتتبعوا القناه ديالي البنات والولاد، شكرا لكم بزاف، نتوما اللي كتدعمونا وكتزيدون قدام، وتشوفوا الجديد ان شاء الله كيف ما كتزيدونا ان شاء الله قدام، مازال تشوفوا الجديد ان شاء الله. هذا هو البطبوط الطبيعي اللي شاركت معكم هذا النهار، وهذا البنات هو، شوفوا كيفاش كيجي من الوسط.
وكنقول لكم الصحه والراحه وشكرا لكم بزاف، وشهية طيبه.